السلام عليكم متابعي قناة سيمونيتي. اليوم كنتواجدوا في طريق الرابطة بين أزمور وبين شاطئ الحوزية أو شاطئ أزمور، كيف كيحلوا البناء أزمور. كيف كتشوفوا اليوم الأول في شهر شتنبير، شو الطريق كيف دايرة، شبه فارغة أو فارغة عكس الأيام الماضية. شهر 7 وشهر 8 كنت هنايا كانت مملوءة وتعج بالمصطافين او بزوار مدينه ازمور وشاطئ الحوزيه. شوف كيف كتشوفوا الطريق خاويه شبه فارغه. شوفوا الشاطئ شبه فارغ، البحر اليوم راه طالع، ماريا طالع اليوم. شبه فارغ كتشوفوا اليوم الاول من شهر شتنبير.